ممكن تحكي لي عن سبب اختيارك لمشفى كلينك اكسبرت في زراعة الشعر؟ والله انا شفته على عبر الميديا، يعني شفت انه مركز كويس، وبعدين عاملين كثير عمليات، وشفت كثير ناس بينصحوا فيه، وجيت ولقيت زي ما سمعت يعني بصراحة. كيف كانت تجربتك أثناء العملية؟ كان في آلام؟ لا بالعكس، داروني كثير والله، مع أني أنا شوية حالتي كانت يعني صعبة، لكن تساعدوا كثير معي والحمد لله ما في شيء. تنصح أصدقائك يجي يعملوا عنا عمليات زراعة؟ طبعاً 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 أنصحهم كثير، مركز كويس والكادر تبعه منيح، والحمد لله أنه نتائج طيبة يعني شفتها بنفسي أنا. شكرا لك سيد ثامر. ولا يهمك، أشكركم أنا كمان.